وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ولسه على السخان وحاجه طازه جدا، شاومي لسه من اقل من 24 ساعه اعلنت عن موبايلين المفروض ان هم خليفه لاكتر موبايلات منتظره في الفئه المتوسطه، اكتر موبايلات عملت صيت لشاومي واكتر موبايلات بتقدم قيمه مقابل سعر. الموبايلين اللي نزلوا هم المي 11 تي، او يعني عشان شاومي بتتقمص الشاومي 11 تي، خلاص كلمه مي دي ما بقتش موجوده وانت بقى عندك شاومي ويبقى عندك ريدمي، ما بقاش في مي واللخبطه اللي بتحصل. فعندنا الشاومي 11 تي اللي هو خليفه المي 10 تي، وعندنا الشاومي 11 تي برو وده خليفة الشاومي 10 تي برو. يعني في لخبطة كتير تحصل، فيعني ما تاخذوش كده في النص. هنعرف كل تفاصيلهم ونعرف التسعير بتاعهم اللي نزل في السوق الاوروبي، وهنعرف كمان تسعير يعني المقارب اللي ينزل السوق المصري. التسعير الاوروبي بيبقى اغلى بشكل ملحوظ عشان الضرائب المفروضه والكلام ده كله. ابدا الفيديو بتاعنا، انزل تحت الفيديو واعمل لايك الفيديو واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. وحقيقي يعني عشان الفيديو ينزل لكم بالسرعه دي، انتوا مش عارفين الواحد بقاله كام يوم كده بينزل فيديوز كتير، فشويه سبورت بقى ودعم بقى والكلام ده، ويلا بنبدا الفيديو بتاعنا. عائله المي رقم تي زي ما احنا متعودين، او اللي بقى دلوقتي بقى اسمها شاومي رقم تي، بتيجي بتقدم لك مواصفات متاخده من الفلاج شيب. عندنا فلاج شيب بتاع السنه فاتت هو المي 11، فالمي رقم تي او المي 11 تي المفروض هو يقدم لك مواصفات او حاجات او مميزات اباريه، اولها المعالج. شاومي في الفئه دي بتبقى مركزه قوي على الاداء. الفتره الاخيره كنا بنشوف ان هي مهمله شويه الكاميرات في الفئه دي، ولكن الموبايل بيبقى ككل صفقه ممتازه جدا. لحد دلوقتي الاختلاف الوحيد ما بين النسختين هو المعالج. واحد بيجي معالج من شركه ميديا تك من عائله الدايمنستي العائله الرائده، وواحد تاني بيجي باقوى معالج موجود من كوالكوم السناب دراجون دلوقتي في السوق. فهنتكلم على نقطه المعالج بالتفصيل، ولكن تعالوا نشوف التصميم. والتصميم هنا ما فيهوش حاجه مختلفه قوي، يعني هو مش واخد من المي 11 مثلا زي ما شفنا في المي 11 لايت، او شفنا في عائله مثلا او في البوكو اف 3 مثلا. لا، هنا الموبايل واخد من عائله الريدمي نوت 10 الجديده. الكاميرات اللي جايه في اطار مربع واللي محشور فيها الكاميرات بتاعه الموبايل، والظهر نوعا ما اللامع شويه، والاطار الاطار هنا المفروض ان هو يكون من الالومنيوم، ففي تطوير نوعا ما بعيدا عن الاطار البلاستيكي اللي كان موجود اللي بيدي ملمس ارخص شويه في الموبايلات اللي فاتت. وعندك الواجهه الاماميه اللي بتيجي بالتصميم المفروض ان هو متناسق واستحواذ كويس والهول باتش. فظهر الموبايل مش شايف حاجات كتير قوي، هو ظهر زجاجي ومحمي باقوى طبقه حمايه من جوريلا جلاس اللي هي جوريلا فيكتس. بالاضافه الحقيقه مش جديده، احنا ما بنركزش عليها قوي، ولكن الناس بتسال عليها، هي مقاومه رذاذ الماء. وده مقاومه رذاذ الماء بمعيار IP53، وده معناه ان لو ما جت عليه ميه مش هيحصل حاجه، مطره ترتشت عليه ميه ولا حاجه وانت بتتوضى الموبايل كان جنبك، ولكن الموبايل مش مقاوم للميه تحت ضغط، فناخد بالنا من النقطه دي. وزن الموبايل هنا مش اللي هو تقيل قوي، مش اللي هو خفيف قوي، وزن الموبايل هنا 203 ل 204 جرام، فلا هو شطح لفوق في الربع كيلو اللي احنا كنا بنشوفه، ولا هو قليل مثلا حاجه زي المي 11 لايت، فبرضه كويس شغال ما فيهوش اي مشكله. نتكلم بقى عن الشاشه واللي فيها تطوير نوعا ما كبير من وجهه نظر شاومي، ولكن يعني شايف ان هم خدوا الحلو من هنا على الحلو من هنا وقدموا لنا شاشه الشاومي 11 تي سيريز. الشاشه هنا بتيجي من نوع اميد، دقه فول اتش دي بلس، وبتيجي بمقاس 6.7 انش، وبتيجي بريفرش ريت 120 هرتز. طيب الكلام ده جميل وحلو وسطوع عالي بيوصل ل 1000 نتس والكلام ده كله، بتدعم الاتش دي ار، الكلام ده جميل قوي، ولكن شفناه في البوكو اي 3. ممكن يكون مثلا عشان شاومي غير بوكو، يعني هما بيلعبوا اللعبه دي، ولكن مفيش تغييرات قوي. الجديد هنا ان بجانب الريفرش ريت العالي هما خلوا الشاشه تدعم لحد 1 بليون لون او حد 1 مليار لون، ودي حاجه كنا شفناها في موبايل زي المي 11 لايت. موبايل سعره دلوقتي اقل من 5000 جنيه، كان بيقدم ميزه كنا بنشوفها في موبايلات ب 15 و 16000 جنيه لو تفتكروا. موبايل اوبو فايند اكس 3 كان بيجي برده بدعم ال 1 مليار لون، فدي ميزه لطيفه مش هتبقى واضحه قوي للمستخدمين، ولكن هي حاجه كويسه انها بقت موجوده في الموبايل. بالنسبه للبصمه فشاومي ما زالت محافظه على مكان البصمه الموجوده في زرار الباور، مفيش تغييرات كتير قوي. وننقل بقى للنقطه اللي احنا عاملين يعني نمشي في الفيديو كده عشان نوصل لها، هي نقطه الاداء او الاختلاف اللي موجود في الموبايلين وهو المعالج. النسخه العاديه، يعني كلمه عاديه مش تقليل منها ولا حاجه، ولكن عشان نفرق ما بين الموبايلين، النسخه التي اللي من غير برو دي بتيجي بمعالج من شركه ميديا تك، وهو معالج رائد الدايمنستي ال 1200 5G. المعالج ده بيجي بدقه تصنيع 6 نانومتر وبيقدم تجربه اداء ممتازه جدا، كان موجود في مباراه جربناها قبل كده وبيقدم تجربه مش قليله من حيث الاداء، ويعني لطيف. شركه ميديا تك الفتره الاخيره بتقدم معالجات ممتازه، ممكن نقول ان هي شركه AMD مجال الهواتف، فما تقلقش ان الموبايل ياثر معاك في نقطه الالعاب او الاستخدام التقيل، لان اصلا المعالجات دي موجهه لكده. على الجانب الاخر فالنسخه البرو والاغلى هتيجي بمعالج من كوالكوم سناب دراجون اللي هو الثلاث تمانيات ال 5G اللي بيجي بدقه تصنيع
5 نانومتر واللي يعتبر اقوى معالج موجود في هواتف اندرويد في الوقت الحالي. فيعني في فرق ما بينهم في الاداء، هيكون في فرق لصالح النسخه البرو، ولكن ده ما يقللش خالص من قدرات النسخه اللي بتيجي بمعالج ال 1200 من ميديا تيك اللي هو ال 5G. فمع التجربة الفعلية لكل موبايل من دول خلال فترة قريبة جدا هنقدر نعرف ايه الاداء او ايه فروقات الاداء ما بين كل واحد فيهم. طبعا الموبايلين هيجوا باندرويد 11 من العلبة، وهيجوا بواجهة شاومي يعني الغير محببة، واللي بقيت يعني مستني ان احنا نخرج من الزوبعة بتاعتها، يعني بغض النظر عن التحديثات اللي شاومي بتبعتها وبتحاول تحل مشاكلها، اللي هي المي اي 12.5. على اخر السنة كده هنشوف المي اي 13 او المي اي 13 ونتكلم عن مواصفاتها وتسريباتها وكل الحاجات الجديدة اللي بتقدمها قريب. وزي ما احنا متعودين النسخ التي زي الاصدار اللي فات هتيجي بذاكرة سريعة اليو اف اس 3.1، ومش هتدعم كارت الذاكرة، تركيب كارت الذاكرة خارجي. كنا اتكلمنا عن الموضوع بالتفصيل وليه الشركات بتعمل كده، عشان كارت الذاكرة الخارجي سرعة القراية والكتابة فيه بتكون أبطأ بكتير جدا من الذاكرة الداخلية. فانت تجيب كارت رخيص كده $2-3 مثلا وتحطه في الموبايل، وسرعة القراية والكتابة بتكون بطيئة جدا، فبالتالي هيأثر بشكل مش طبيعي على السرعة بتاعة موبايلك، بالإضافة ان هو مش آمن خالص. فيعني دي نقطه شايفها ايجابيه من وجهه نظري. فطبعا تتجه للنسخه المناسبه او نسخه المساحه المناسبه لاستخدامك. وقبل ما ننقل لنقطه الكاميرات، حابب يعني الفت نظركم لنقطه. احنا خلاص في 2021، انت كمستخدم بقيت عارف ان الارقام مش كل حاجه. ممكن تلاقي موبايل بكاميرا 108 ميجا بكسل بسعر 4000 جنيه، وتلاقي موبايل بكاميرا 12 ميجا بكسل في حته ثانيه بالسنسور بتاعه، يعني في عوامل ثانيه زي السنسور، فتحه العدسه، المعالجه، الخامات بتاعه الازاز اللي قدام السنسور نفسها بتفرق. فدي كلها حاجات، والتثبيت برضو، فدي كلها حاجات بناخدها بعين الاعتبار. فممكن تكون ارقام هنا كبيره، بعد التجربه الفعليه هنشوف الموضوع، لان التجربه في الميتن تي والميتن تي برو والبوكو اف 3 اللي بيجوا بينافسوا في نفس الفئه وبيقدموا نفس الكونسبت ونفس الفكره بتاعت الهواتف اللي بتقدم تجربه رائده نوعا ما من حيث الاداء، كلها كانت بتضحي بجزئيه الكاميرات. فهنا الموبايلين او هنا عائله الشاومي 11 تي بتقدم لك تجربة كاميرات من حيث الأرقام مبهر. كاميرا الأساسية 108 ميجا بكسل فتحة f1.8، وللأسف ما بتجيش بتثبيت OIS اللي بينا بنشوفه في موبايلات زي الـ A52 والـ A52S في الفئة المتوسطة. عندك الكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل ألترا وايد فتحة f2.2، وكاميرا التالتة 5 ميجا بكسل لتصوير المايكرو. إيه الفرق اللي موجود في الهاردوير بتاع الكاميرات؟ مفيش فرق يذكر، ولكن الفرق الوحيد اللي هتلاقيه إن النسخة البرو هتقدر تصور 8K، وده مش بسبب ضعف حاجة ولا يعني مفيش الكلام ده، يعني الموبايل العادي مش ضعيف، ولكن المعالج اللي موجود في النسخة البرو هو اللي قوي. معالج كواليكوم سناب دراجون 3 8 اصلا كان بيسبورت تصوير 8K، وده لانه كان موجود في موبايلات اصلا بتدعم تصوير 8K وبتقدر تطلع بيه نتائج مقبولة. الاس 21 الترا بيصور 8K مع تجربة نوعا ما مقبولة وبتطلع منها نتائج كويسة، لكن هنا انا شايف ان هو ميزة ابهارية اكتر منه ميزة يمكن استخدامها. كنت اتمنى ان الموبايلين يكون فيهم تثبيت حقيقي، حتى كان هيفرق جدا في التصوير الليلي، كان يفرق جدا في يعني تجربة تصوير الفيديو في الموبايلين وخصوصا في الفئة المتوسطة. بالنسبة للكاميرات الأمامية، فالاتنين بيجوا بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.5 اللي شاومي ما زالت محافظة عليها، واللي بتقدم تجربة مش أفضل حاجة من حيث الشاربنس ومن حيث الإضاءة اللي داخلة للسنسور، ومع المعالجه يعني اتمنى ان الموضوع ده يتحسن. بالنسبه لتجربه الكماليات في الموبايلين، فما فيش اختلافات كتير قوي. عندك نفس الموبايلين بيجوا بتجربه سماعات ستيريو، ولكن النسخه البرو بتيجي بتجربه سماعات ستيريو من هارمون كاردن، فهيبقى في اختلاف شويه حسب تجربتي لتجربه الهارمون كاردن او تجربه دولبي اتموس في المعايره بتاعه الصوت والبيز، لكن غير كده الاختلافات مش هتبقى ملحوظه قوي. عندك مفيش منفذ 3.5 ملم، وعندك اليو اس بي تايب سي، وطبعا عندك الاي ار بلاستر فوق، والدنيا في لذيذ. هستنى الموبايلين دول قوي عشان اجرب السنسور بتاع البروكسيمتي سنسور، او السنسور اللي بيستخدم وانت بتحط الموبايل على ودنك الشاشه تقفل، كان بيهيس قوي في الاجيال اللي فاتت، فهنجربه في الاجيال دي. شاومي قالت انها هتغير السبلاير او الشخص اللي هي بتتعاقد معاه او الشركه اللي بتتعاقد معاها عشان تقدم لها المستشعرات دي. نروح لجزئيه البطاريه واللي فيها اختلاف، ولكن مش في سعه البطاريه. الموبايلين بيجوا ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير، والاثنين بيدعموا الشحن السريع، ولكن النسخه العاديه اللي هي شاومي 11 تي بتيجي بدعم الشحن السريع بقدره 67 واط، وده اللي كنا شفناه في موبايل زي البوكو اكس 3 جي تي. يعني اتمنى اكون قلت اسم الموبايل صح. فدي تجربة نوعا ما متميزة، ولكن المتميزة اكتر عندك النسخة البرو اللي بتيجي بدعم الشحن السريع بقدرة اعلى بشوية 120 واط، فده يفرق معانا ما بين النسخة العادية والبرو، لكن مش الفرق الملحوظ قوي. يعني
الاثنين بيقدموا تجربه شحن ممتازه. نروح بقى لجزئيه الاسعار واللي قلبه الدنيا حرفيا على السوشيال ميديا. يا جدعان احنا ما بنقيسش التسعير بالتسعير الاوروبي. التسعير الاوروبي ليه معايير وليه يعني ضرائب وحاجات كده بتتاخد على سعر الموبايل. فسعر الموبايل بيزيد عن هنا مثلا يعني مبلغ محترم، ممكن يزيد من 1500 ل 2000 جنيه عن هنا، وده بشكل رسمي. يعني الموبايل هنا بينزل ارخص من السوق الاوروبي، فما بنقيسش. هو بالنسبه للسوق الاوروبي النسخه العاديه نازله ب 500 دولار يعني حوالي 9200 جنيه، والنسخه البرو بتيجي بسعر 650 دولار في رينج ال 12000 وشويه. فاكيد شاومي مش هتنزل الموبايلات دي في السوق المصري بالاسعار دي، الا لو هي يعني هتنزل نسخ تانية مختلفة وشاومي ما بتعملش الموضوع ده في السوق المصري. يا اما الموبايلات دي تنزل لنا مثلا اقل مثلا 1500 او 2000 جنيه في كل موبايل. ففي النقطة دي شايف الموبايل هيبقى ممتاز. يعني لو نزلت لنا النسخة العادية بسعر 7500 مثلا او 7000 جنيه هتكون ممتازة جدا، والنسخة البرو بسعر 8500 ل 9000 جنيه هيكون سعرها ممتاز جدا وبتقدم قيمة مقابل سعر، وهتنافس موبايلات كتير موجودة في السعر ده زي الاوبو رينو 6 نسخة ال 5G اللي بيجي بسعر دلوقتي بعد ما سعره اتحرق 8200 جنيه ل 8300 جنيه، وهينافس برضو موبايل زي ال 52 اس 5G. دي كانت كل حاجه عن الموبايلين. يعني انتظروا التجربه الفعليه اللي هتكشف معانا كل التفاصيل اللي احنا مش قادرين نتكلم عليها عشان التجربه. ولو لسه ما اشتركتش فاعملوا لايك بتاع الفيديو، اعملوا سبسكرايب، واكيد اكيد ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بفيديو مراجعه على منزل على القناه. وطبعا قولوا لي رايكم في اتجاهات شاومي الجديده سواء في المواصفات او سواء في التسعير، لان واخدين بالكم الفتره الاخيره ابتدت ترفع تسعيرها في الفئات الاقتصاديه وفي الفئه المتوسطه. اكتبوا رايكم في الكومنتس. كان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.